لازلنا إذن مستمرين مع حضراتكم في إطار هذه التغطية على الهواء. مباشرة ينضم إلينا الدكتور وائل الطناحي، أمين عام المجلس الوطني للشباب. دكتور وائل، قبل أن ندلف إلى مضامين هذه المؤتمرات، نتحدث عن الذي تغير وتبدل في واقعنا حتى نشهد مثل هذه المؤتمرات. القيادة السياسية بالرأس النظام السياسي في الدولة يلتقي الشباب ربما أقرب إلى المقابلات الشهرية، ما الذي تبدل وتغير في الواقع؟ مبدئيا يعني يكون السيد الرئيس بيبادر بحاجه زي كده وبيلتزم بشكل اساسي كل شهر، لدرجه ان احنا لما اتاخر المؤتمر للميعاد اللي احنا فيه ما كانش لسه اعلن عن الميعاد وكده، الشهر ده في بعض الشباب قال لك لا ده هي كانت مره وخلاص، فده في حد ذاته التزام كويس جدا تجاه الشباب والتزام من سياده الرئيس. ده اول حاجه. نعم. تاني حاجه، الذي تغير الى حد دلوقتي احنا ما شفناش اي متغيرات، احنا كل اللي شفناه نتيجة المؤتمر الأول في شرم الشيخ وهي لجنة العفو الرئاسي اللي أسفرت عنها أن في 82 واحد من اللي كانوا محبوسين بعد دراسة حالتهم وانطباق على الواقع القانوني السليم تم العفو عنه. غير كده لا، احنا ما فيش اي نتائج لسه ظهرت. بالمناسبه في هذه الجزئيه تحديدا دكتور وائل، النائب طارق الخولي عضو لجنه العفو الرئاسي كان معنا قبل دقائق، لا اعلم اذا حضرتك كنت اتصلت بنا مباشره ام لا، لكنه تحدث عن ان القائمه الثانيه ايضا سلمت الى مؤسسه الرئاسه لمراجعتها واصدار العفو الرئاسي في الاسماء الوارده بها، كان هذا فقط للاستدراك. لا ما فيش مشكله، برضه هو نفس الموضوع، هو برضه حاله واحده. نعم. احنا دلوقتي بنتكلم عن شباب، عن افكار، عن استثمارات، عن مبادرات، عن تمكين، عن سياسه، عن اقتصاد، عن تنميه، عن عن عن، احنا ما شفناش غير حاجه واحده فقط لا غير، واقفه في الموضوع العفو الرئاسي. وفي الاخر هم 82 شاب طبعا قضيتهم تهمنا كلنا، وتاسيس لمبدا العداله اصلا ده في حد ذاته حاجه كبيره جدا وتهمنا كلنا، انما فين المحاور الثانيه؟ يعني لسه لحد دلوقتي ما شفناش اي تفعيل للمبادرات الحقيقيه اللي قدمها الشباب او الافكار اللي طرحها الشباب وظهرت لينا ليها نتيجه. ممكن يكون في شغل بيتم على ارض الواقع لسه ما ظهرش لينا، بس احنا بننوه ان احنا محتاجين نشوف النتائج بعد كل شهر، يعني بعد كل مؤتمر اكيد في مبادرات وفي افكار بتتقدم وفي حاجات بيتم الاتفاق عليها وفي توصيات، محتاجين نشوف كل شهر نتيجه المؤتمر اللي فات ايه عشان ننقل للي بعده. ما نستناش نرتب نعمل حاجه على حاجه على حاجه وفي الاخر خالص ده هيبقى نتيجته طيب سلبيه وقال على الشباب. نعم. اللي حضر المؤتمرات اللي عندهم فكر. نعم، بشكل اكثر واقعيه وحتى لا نكون من ذوي الرؤى الحالمه رؤى الادباء، نتحدث بشكل اكثر واقعيه، اذا كان هناك قضايا تستاهل وقتا طويلا لعلاجها والحديث عن جدول زمني ربما يكون اطول نوعا ما لعلاج مثل هذه القضايا، اي القضايا التي يمكن ان يتم معالجتها في المدى المنظور يمكن ان تطرح في مثل هذه المؤتمرات الشبابيه؟ اقول بشكل اكثر واقعيه. يا فندم ما احنا بنتكلم عن افكار شبابيه عمرها ما هتكون متعمقه التعمق الكبير اللي تحتاج استراتيجيه كبيره عشان تتحقق فيها، هتلاقيها معظمها مبادرات بسيطه تتحقق على المدى القصير وعلى الشورت تيرن، يعني حاجه بسيطه جدا تقدر تتنفذ فيها. فيعني دلوقتي محتاجين نشوف ده. القضايا اللي فيها تعمق وفيها 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 ما اعتقدش ان الشباب هيتطرق ليها، لان احلامه الى حد ما بتبقى مرتبطه نمره واحد طبعا بالوطن، نمره اتنين بمنطقته او بتخصصه اكتر، فده بيبقى فيه سهوله جدا ان يحصل ان يتحقق المبادره اللي هو بيعملها. اعتقد ان السبب الاساسي في ده هو عدم تواصل المجموعه المسؤوله بعد مؤتمر الرئاسه، سواء من مؤسسه الرئاسه او العامل الاكبر وهو المؤسسات الحكوميه اللي موجوده، سواء مكاتب الوزراء او المديريات اللي موجوده تخص الوزارات والمحافظين على مستوى الجمهوريه. الباب لسه مش مفتوح بشكل قوي جدا للشباب من المسؤولين، عكس طبعا سياده الرئيس واللي هو عامله ده حاجه كبيره جدا وفوق الوصف، بيبقوا موجودين الوزراء كلهم، موجودين المسؤولين كلهم، بيبقوا بيقابلوا الشباب كويس جدا، بيتكلموا معاهم وبياخدوا مبادراتهم كمان. طيب دكتور وائل، بس شباب كتير بعد كده لما حاول يروح حتى نضع سؤالا تمهيديا ربما كان من اللائق ان يطرح بداية، في مثل هذه المؤتمرات أي القضايا أولى بالرعاية والاهتمام؟ القضايا الخاصة بالشباب صميم المرحلة العمرية التي ينتمون إليها، ولا بعض القضايا المجتمعية والاقتصادية التي يعنى بها ربما المحيط الجغرافي الذي يستقبل هذا المؤتمر؟ لا أنا هكلم حضرتك على محورين، محور التمكين ومحور الاهتمام بفكر شاب عنده حاجة فكرة أو مبادرة خارج الصندوق فيتم تحقيقها أو تنفيذها أو العمل عليها. دول المحورين اللي أعتقد الأساسيين من وجهة نظري اللي المفروض يبقى فيه سبوت جامد جدا وتركيز جامد جدا إن هم يتحققوا.
التمكين من خلال التدريب وليس التمكين انا احطه في منصب، لا انا باهله وادربه كويس جدا علشان اي منصب هو ممكن يكون موجود فيه سواء في قطاع عام او قطاع خاص او في حياته الشخصيه. ده نمره واحد. نمره اتنين، المبادرات نفسها ان انا اخد فكر شاب واحققه له، ده بدي رساله ايجابيه جدا جدا لكل شباب مصر ان الدوله بتهتم بافكارهم وفكرهم وبتشتغل عليها. واكيد مش هاخد اي فكر ومش هاخد اي مبادره الا الحاجات اللي فعلا فيها فايده، غالبا ما تكون حاجات عامه وغالبا ما تكون حاجات اقليميه خاصه بالمكان او بالتخصص اللي فيه الشاب. في كل الحالات مجرد الاهتمام ومجرد ان يبقى في نتيجه واضحه، دي الرساله اللي عايزين الشباب مستنيها ومنتظرها. الاستراتيجي الكبيره والحاجات القوميه والحاجات دي مش يعني الى حد يعني هو طبعا شغل الشباب وافكارهم تنفع فيها، بس هي التخصص ده بيتكلم في استراتيجي بيتحط من خلال حكومه، من خلال ناس مسؤولين، من خلال وزارات. يا ريت اتمنى ان الشباب يشتغلوا مع الحكومه عليها او الحكومه تهتم بالرؤى اللي بيقدمها الشباب اللي فيها الجزئيه دي، ما تقولش لا ده لسه شاب مش هاخد فكره مش هشتغل عليه، لا يعني. طيب دكتور وائل، في حاجات كتير على فكره في الجزئيه الاولى التي تطرقت اليها حضرتك في حديثك ذكرت مساله التمكين وشرحت لذلك وقلت ان التمكين ليس مقصودا به ان يمكن الشاب بان يكون في وظيفه مباشره، وانما ان تكون الدوله معنيه بتدريبه. سيرد على ذلك مباشره بان الدوله دشنت برنامجا كبيرا اسمه البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده، ويقدم مجموعه من الدارسين وبعد ذلك الخريجين الذين يقدمون نماذج المحاكاه وما الى ذلك. ها هنا الدوله تقول والله يعني فعلت ما بوسعي. هذا فيما يتعلق بالتمكين. طيب مبدئيا احنا مش عايزين نكون كلامنا تشاؤمي او نظرتنا تشاؤميه، انما احنا بنحاول دلوقتي نشوف السلبيات اللي عايزين منها من خلالها الايجابيات، وفي نفس الوقت ما تجهلش اي ايجابيه موجوده فعلا هي خطوه هامه جدا ورائعه جدا جدا بتتم. انما احنا لما نيجي نبص لها هي خطوه على 500 شاب من ضمن 60% من شباب من سكان مصر هم شباب، فاعتقد احنا لو فضلنا كل شويه ناخد 500 واحد عايزين 200 سنه علشان نكفي الشباب اللي موجودين. وطبعا ده انا كلامي ده ما يهملش الجزء الكبير اللي بتقوم بيه وزاره الشباب والرياضه. نعم. وبالفعل السنه دي حوالي 250,000 شاب تم تاهيلهم في برامج تثقيفيه بين قوسين احط تثقيفيه. وصلت الفكره. برامج تاهيليه لسوق العمل وبرامج. نعم. تاهيليه لفكر الشباب ده. اعتذر منك على المقاطعه. وائل الطناحي امين عام المجلس الوطني للشباب منضم الينا على الهواء مباشره من القاهره، شكرا جزيلا على انضمامك لنا.